مجلس الشورى يستضيف اليوم الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش البلوشي ووزير التجارة والصناعة معالي الدكتور علي السنيدي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط معالي سلطان الحبسي، وذلك لمناقشة تحديات الخطط الخمسية التاسعة ومعدلات النمو السنوي للاقتصاد الوطني. وزارة الإسكان تقول بأنه تم خلال أكتوبر الفائت إصدار أكثر من 19,000 سند ملكية، وأن قيمة العقود بلغت نحو 74 مليون ريال عماني. يقام اليوم بولاية عبري المهرجان الاستعراضي بمحافظة الظاهرة بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد، وسيشارك في المهرجان أكثر من 4,000 مشارك من طلاب مدارس المحافظة والمواطنين. تشير آخر الرصدات الجوية إلى وجود فرص هطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان ليوم الغد بحسب الأرصاد الجوية العمانية.